ايه رايته؟ مستمتع بالتفاصيل بتاعت الكورس يعني، شغال اطبق في الحاجات العمليه. اها، وانجزت حاجة كويسة؟ لا لا الحمد لله، الاشكال كلها بقيت طبقتها، بس فضل لي شكل واحد بس يا اخي، عارف زمان لكن بيظبطوا مع شويه. خلاص اللايف بدأ يا دكتور. خلاص بدينا اللايف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عليكم جميعا. نواصل إن شاء الله اليوم الجلسة الرابعة من Infographic Design and Sales Dashboard، وهي إن شاء الله بتكون الجلسة الأخيرة في Infographic Design، والجلسة القادمة بتكون عن Sales Dashboard. اللي هنشوف دكتور ياسين يحاول يجدول لنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب اليوم إن شاء الله هنعرض أربع أشكال. اللابتوب فيه شوية لكن في النهاية اشتغل ان شاء الله. طيب اليوم ان شاء الله هنشتغل على دي انا او نعرض الاشكال. الايقونات بتاعت الزوم مضيق عليه الشاشه خالص خالص، خلي الحكايه بالنسبه لي تكون ضيقه جدا. طيب كده واضح؟ طيب هنشتغل الشكل الاول ده. طيب ده الشكل الاول اللي هو هيظهر عندنا، اللي هو 5 ستيب سيركيولر انفوجرافيك ديزاين، اللي هو ده شكل مكون من خمسه انا رسلته لكم ثابت في صوره، لكن انتم ممكن تشوفوه يتحرك بشكل ضيق. طيب ده الاول، ده الشكل الاول، ده الشكل الثاني، ده الشكل الثالث، ده الشكل الرابع، هي شكل خامس. ده اللي هو 5 ستيب سيركيولر انفوجرافيك ديزاين اللي هنشتغله اليوم ان شاء الله. بعدين ده الشكل الثاني اللي هو هنشتغله برضه، اللي هو 5 ستيب اونلي انفوجرافيك ديزاين، اللي هو ده شكل اساسي عباره عن نص دايره كده بشكل اساسي، بعد ذاك تتحرك بالشكل ده، لكن في الكوره دي فيها عضله هنا. بعدين دي خمسة تايتلز انت ممكن تستفيد منها وتعمل لكل واحد منها. بعدين دي التولز اللي استخدمناها. طيب ده 3 ستيب انفولد انفوجرافيك ديزاين، ومضيع لان كان اخوكم كان سائل قال انه اذا حركت شكل ممكن يطلع وبعد شويه يرجع مره اخرى. طيب ده الشكل هيكون بشكل ضيق، انت بتكتب بتطلع المين تايتل الاول، بعد تخلص منه بيرجع بعدين يطلع المين تايتل الثاني، بعد تخلص منه يرجع، بعدين المين تايتل الثالث يرجع، وبعد ذلك ننتقل للشريحه اللي بعدها. دي هنيجي نشوف فيها اللي هي 4 ستيب روبي ديزاين، اللي هو ده اربع خطوات
بعدين بعدها في زي تروفي كده هو كأس في النهاية، ودي الأشكال اللي هنستغلها يوم الليلة إن شاء الله. طيب نحن عرضنا الأشكال الأربعة عشان تكونوا عارفين ماذا نتوقع من محاضرة اليوم. طيب دي الأربع أشكال اللي هنستغلها. نرجع للشكل الأول وده. طيب هو بشكل ده شايفين؟ هو بشكل ده نحن هنعمل شكل دائرة، الشكل الأساسي هو دائرة، وهنا الشكل ما مكرر خمس مرات، أنا برسم رسمة واحدة وبعد ذلك بستفيد من الكوبي أند بيست، بستفيد من الفراجمنت والأشياء دي. طيب أنا هشرح هنا في دائرة كبيرة هنا، بعدين في نص دائرة كبير كده مقسم لأجزاء. طيب بعدين في أسهم هنا عندها نهاية مدورة، بعدين تظهر عندك التايتلز بتاعتك، ممكن تكون الألوان ما مظبوطة شوية لأنه تدريج وكده، والشاشة اللي عملت فيها أنا شاشة حديثة شوية لكن ما كنت. طيب نمشي لكيف نجهز شكل زي ده. طيب بتكون عندنا زي كل مرة شريحة فاضية، شايفين شكل ده في الشريحة الفاضية. أول حاجة تعملها في الشريحة دي تحاول تعمل لها خلفية اللي هو تحاول تخلي الخلفية بلون غري شوية بحيث إنه ما تكون لونها ما يكون لون أبيض خالص. الحاجة الثانية أنت بتلاحظ إنه الشكل ده لو رجعت له هنا الشكل أغلبه إلى ناحية اليسار، فأنت بتاخذ الباينز تاخذها ناحية اليسار شوية عشان بعدين تساعدك في إنك تضبط الشكل، لأنه أغلب الشكل هو موجود في ناحية اليسار. طيب أمشي للإنسير إدراج، أنا بدرج الشكل الأساسي بتاعي اللي هو بدرج الشكل هي هو باي بدرج من هنا بحط النص تماما، شيفت وبسحب بالماوس لحد ما يجيني شكل ده. ده الشكل الأساسي بتاعي اللي أنا هشتغل عليه. طيب الشكل ده هو ما نص دايرة، هو ده ثلاثة أربعة دايرة، وأنا عايز نص دايرة فقط. بقوم بستفيد من النقاط الصفراء دي من هنا اللي هي بحاول اضبط بيها الشكل اللي انا عايزه. طيب ده الشكل في البدايه. طيب بشيل من هنا بسحب هاي بستفيد من الجريد لاينز لحد ما يجي كده ربع دايره، وتزيد ده من هنا لغايه ما ترجع هناك كده 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 عملت نص الدائرة بتاعتك، وده الشكل الأساسي اللي أنا بستفيد عليه في عمل الشكل. طيب بعدين نجي للفورمات هنا هو الشيب أوت لاين نخليه أوت لاين، كده أنا عملت نص الدائرة الأساسي في دائرة. طيب نمشي لأنه لاحظوا الشكل ده هنا مقطع لخمسة أجزاء، والخمسة أجزاء ذاتها مقسمة لجزء لونه براون وجزء ثاني لونه يعني جراي كده فاتح وفي دايرة وفي دايرة. طيب نحن نجي نشوف كيف نقسم هذه الدايرة إلى خمسة أجزاء. طيب شوف لما تيجي تقسم دايرة إلى خمسة أجزاء أنت لازم تستفيد من إنه محيط الدايرة أو الزوايا بتاعت الدايرة عشان تقسم بشكل متساوي، بعدين الرسم بتاعتك ما تجيب الى ما مظبوط. طيب كيف انا بعمل فيها؟ طيب بستفيد من المستطيل اللي هو بدري المستطيل بالشكل ده. المستطيل. طيب ده هستخدمه في شنو؟ في انه يقسم الدائره. طيب
اول حاجه بعملها المستطيل ده بحاول اخليه يميل بالزاويه بحيث انه يديني قطاع اللي هو شكل المثلث المأخوذ من الداتا. طيب هنا بجي بعمل للمستطيل للمستطيل الاسود ده بعمل له روتيت هنا بعمل له روتيت لكن لا 90 درجه لا فيليب فيرتيكال لا فيليب هورزونتال، يعني ما بدور 90 درجه ولا تدوير عمودي افقي كده. بدي بختار مور روتيشن اللي هي تدوير زياده، وهنا مور روتيشن يعني مزيد من التحريك وكده يعني. طيب بدي هنا لانه الروتيشن هنا عندك انجل اللي هي زاويه، انت هنا بتعمل زاويه 36 اعمل 36 و72 و108 و144 انا هعمل اربع مرات. طيب لما تعمل 36 درجه بيتحرك بالشكل ده انت بتشيله بتحطه هنا بحيث انه يعبر الدائره كلها ويمر بمركز الدائره. يا جماعه عشان كان ما تكون ممله بالنسبه لكم وكده لازم تفهموا انه انا بالظبط بعمل كل لان الحكايه دي بتاخد زمن طويل وتاخد يعني دائره تركيز شويه. يعني طيب مبدا 36 درجه ده القطاع الاول. طيب بعمل كنترول دي لل العمود بتاعي ذاته وباجي تاني بعمل روتيت بنفس الخيار بتاعي ل 72 درجه شايفين فبيتحرك بالشكل ده نفس الدرجة. طيب تاني تعمل كنترول دي والمره دي تعمل روتيت ب 108 درجه وتستفيد من مضاعفات 36 بعد 108 درجة تاني بتعمل كنترول دي هو بتدبل بتدبل الشكل ده والمرة دي تعمل زاوية 144 درجة اللي هي مضاعفات 36 اللي انا البيل بديت بيها. طيب هنا تحط هنا بعد كده خلاص انا الفورمات شيب ده ما عايزه اكبر الشيء حقك عشان تتاكد انه الحكايه بتاعتك دي هنا مظبوطه وجايه في بتاع تمام. طيب اول مظبوط الرابع يعني فانكشن جالكسي يعني شكل شيء من هذا. لاحظوا انه انا كده بقسم الدائره لكم؟ لخمسه قطاع. طيب بستفيد من ايه؟ بستفيد من خاصيه الفراجمنت اللي هو انا هجزي الخطوط اللي هي المستطيلات الرفيعه اللي انا رسمتها دي بجزي لي الدائره لكم؟ الى خمسه. فبقوم بجي بختار الشكل كله مع بعض بظلله كده مع بعض دائرته على الخطوط لو ما ظبطت معاك بالسحب ممكن تختاره بالشكل ده. بعدين تجي هنا ل ميرج شيبس بتعمل فراجمنت. تعمل فراجمنت. الفراجمنت هو شنو؟ هو تجزئه اي تقاطع بين شكلين بيقطعوا بيديك له شكل جديد. طيب هنا بجي بختار الدائره الاولى، القطاع الثاني، القطاع الثالث، القطاع الرابع، القطاع الخامس، دي كلهم بيجوا حاجة واحدة بسحبهم بعدها بحولهم هنا إلى ناحية اليمين شايفين؟ هذول الشكل الجميل ده وبعمل إيه تاني؟ بجي بس بحجز اللي هو بختار الشكل كله مع بعض ضيق وبرجع تاني لشنو؟ لمحله اللي كان فيها عشان اشتغل عليه مرة ثانية. دي الدائره حقتك ومن هنا انت ممكن تلونها بلون ثم اسود عشان تشوف
ده الجزء الاول. الجزء الثاني بقوم ثاني برسم دايره اللي هي برسم ثاني من نفس الحته. طيب الدايره دي بستفيد منها شنو؟ بقوم بقطع منها ثاني من المثلثات القطاعات بتاعت الدائره الاولى، بقطع منها الدائره دي مره ثانيه، اللي هو القطاع الاول وكده، القطاع الاول الثاني الثالث القطاع الرابع الخامس، وده كله بيرجع كنترول، وبعدين معاك الدائره ثاني بيجي فورمات، هنا فورمات فراجمنت مره اخرى، وثاني قام قطع الشكل لانه عمل تجزئه. هنا يا جماعه بيظهر لي الشكل ده، الشكل ده وده اللي انا ما عايزه، اللي هو ده انا استفدت منه في انه يرسم لي الدائره، واعمل لي ديليت اشوف حصل للدائره. الدائره حصل لها انه تم تجزئه القطاعات بتاعتي هذا الى اجزاء ثانيه، ودي ممكن تلونها انت هنا باللون مختلف، شايفين؟ شايفين؟ هنا بقى في شكل خارجي ملون وشكل داخلي. بكرر هذه العمليه مره اخرى عشان اقطع، عشان اخلي لاحظوا هنا اذا رجعنا للشكل، عشان اقطع ده بحتاج ثاني اقطع دائره داخليه. بنقول بنعمل ايه؟ طيب بنجي ندخل دائره داخليه زي سير شيب اول شيب نروح شكل الدائره الداخليه دي، وهنا نروح نسحب دائره المره دي كمان بختار غير وغير خمسه خمسه والدايره دي، وتاني بعمل شنو؟ تاني بعمل فراجمنت. لما بتعمل فراجمنت تاني بسحب الشكل ده شايفينه، وبعمل له ديليت برضه انا ما عايزه، وكمان هنا في قطعات صغيره برضه بسحبها، يعني مرات كده لو عايز اسحب واحد واحد كده شكلها. لاحظوا ان احنا ماشيين بالشكل حقنا اللي احنا عايزه. طيب ثاني بعمل ايه؟ ثاني بدخل دايره عشان تبدا الدايره النهائيه الظاهر بشكل خير. ثاني الدايره دي برضه من المركز نفسه. هنا بقت عندي الدائرة حقتي خلاص، وأجي أختار بين كلهم مع الدائرة دي، والمرة دي أحاول أجي أعملهم شيب فيل اللي هو أخليهم مثلا لون واحد، وشيب أوت لاين أخليهم وهنا أنا ممكن تعبئه ممكن تكون جريدينت فيل، تعبئه متدرجه تعبئه متدرجه دي تو ستوبس او ون ستوب او كده، او تختار اللون اللي انت عايزه التعبئه اللي هو مثلا وحسيت بانه الخلفيه شكلها ما مظبوط مع الحكايه دي، ممكن تزيد اللي هو الخلفيه تحاول تخليه اغمض شويه عشان يظهر لك الشغل حقك. ده انت عملت الشكل الاساسي حقك. طيب نجي للالوان اللي هو انت بعد كده اي واحد من الاجزاء لونه بلو ده بقى قطاع مختلف، وده بقى قطاع مختلف، انت هنا ممكن تلون. طيب فبيجي لي مشروع الالوان اللي هو الفورمات، من هنا تعبئه الشكل اللي هو بدي مثلا الاول ده بختار ليش اللون ده، وتستفيد من انه الالوان دي هي قريبه لبعض وبالتالي متدرجه، الثاني تختار له ديا والثاني تختار له ديا والرابع مثلا الالوان دي يا جماعه انا بخليها لكم، لكن انا بس بشرح لكم يعني عموما
كده انت عملت الشكل الاساسي بتاع. طيب نجي بعد كده للاسهم والحاجات دي. فانت هنا بتلاحظ انه هنا شايفين بالشكل ده، ممكن نسخه من هنا نصه، لكن انت لازم تعرف انه هو بيعمل كده يعني. فنحن بنجي هنا انسيرت شكل، بالشكل هنا بدي بختار اللي هو الالبو كونكتر ده، اللي هو زي الكوع كده هو الكوع ده. بتختار هنا البدايه بتاعتك، بتيجي ترسمه بالشكل ده، بيديك الشكل ده. طيب بعد كده تعمل له فورمات من هنا للشكل اللي هو حجمه، تزيد الحجم بتاع كله. طيب وتعمل له نهايه تكون عباره عن نقطه، ويكون شكله شكل داشز اللي هي مقطعه بشكل. طيب بعدين بجي بلونه بنفس اللون بتاع بعدين تعمل كنترول دي لتبديله هو ذاته مره ثانيه، تجيب تحط من الثانيه دي وتعمل كنترول دي عشان تجيبه للرابعه دي هنا. وهنا بجي بعمل روتيت فليب فيرتيكال اللي هو عكس عمودي، اجيبه من الرابعه. وكنترول دي تطلع خارج الشريحه، لكن تجيبه هنا برضه تحط الخامسه، وتدي بعدها خط عادي مستقيم للتصوير. مستقيم، وهنا ممكن عادي تجي تنسخ التنسيق بتاع التعبير، وتبدا كلها بشكل ضيق. بعد كده ممكن تلوي الشيب اوت لاين، بعمل لك الطاره اللي هي الاي دروبر، بختار اللون الموجود معاه دي هنا برضو اي دروبر، بختار اللون الموجود معاه هنا برضو اي دروبر، بختار اللون الموجود معاه برضو الشيب الرابع اي دروبر، بختار اللون الموجود معاه والشيب الخامس برضو بعمل له اي دروبر. يا جماعه والالوان دي ما ثابته ولا انت ملزم بها. This depends on انت زوجك كيف يعني كده قدراتك معرفتك خبرتك بتاع، شويه شويه بتتدرج وان شاء الله انت الموضوع ماشي بشكل طيب. طيب نجي ل شوف الرموز دي انا جبتها من جهاز المكتب اللي هو الان جهاز فيه اوفيس متطور شويه. تيجي تنسخ اللي هو الخريطه بتاعت القارات الخمسه اللي هي دي، تعمل لها كوبي وترجعها هنا للرسمه بتاعتك، وهنا تعمل لها بيست هنا بيست اللي هي جات هنا، وانا اخترت لها نفس الالوان فبدي لها فيتيا مثلا هنا عشان تستفيد من البدايه. ساوث امريكا سوري نورث امريكا استراليا هنا. والالوان شويه ما التدريج بتاعه كده، لكن دي ما فيها اشكاليه، بعدين ممكن تتعود عليها عادي ما في مشكله. طيب بعدين نجي للنصوص اللي هي اسيا افريقيا فرنسا عادي. تنسخهم جميعا وتوديهم للرسم بتاعتك وتوصلهم هناك عادي. بعد ذلك توسعهم ممكن
خلفيه عشان تكون الامور بالنسبه لك اوضح. ممكن نعمل خلفيه كل بلاد عشان تصدق خالص. ثلاثه كده لما تيجي تعرض شايف لما تيجي تعرض الشكل حقك كيف تبقى الرسمه بتاعتك بالشكل ده. وفي طيب في الشكل ده هنا النص بعدين انا كيف بعمل الانيميشن؟ الانيميشن ده يا جماعه بيحتاج يعني تركيز منك كده. طيب الانيميشن عادي تختار الاشكال اللي انت عايز تتحرك مع بعض اللي هو القطاع الاول طريقه افريقيا والقطاع الثاني والسهم الذي يؤشر الى افريقيا وده بدي بعمل له انيميشن اللي هو هنا اد انيميشن تمشي لمور اللي هو مثلا بيعمل اوكي فتيجي تشوف الحركه ذاتها هنا تشوف الحركه كويسه هنا تيجي بالشكل ده او اي شكل ثاني انت عايز تعمل الحركه بتاعتك لو ما نفع معاك ممكن تغيرها عادي الحركه اللي انت الحركه دي انت لو ما عايز عايز تخلي الانيميشن فين موجود اوكي ما فيش مشكله. لو عايز تسحب الانيميشن خلاص تعمل ديليت الانيميشن بيمشي. عموما الانيميشن اللي انت تجربه اللي هو تجربه الانيميشن كيف تختار الشكل بتاعك عشان ما تاخذ معنا زمن كثير. تختار الشكل حقك اللي انت عايز تحركه تمشي لاد انيميشن اضافه الحركه. في حركات اساسيه زي دي وفي حركات اضافيه من هنا مور انترنس اللي هو ده اللي هو عندك مثلا فلوت داون درو سبينر ستريتش تختار الشكل اللي انت عايزه وبعد ذاك يجيك الشكل ده للجزء اللي انت اخترته. من هنا ممكن تغير او تزيله خالص او تعمل حاجه اللي انت عايزها وبكده ده الشكل بتاعنا بقى جاهز. الانيميشن ده انا هعمل لكم طيب ننتهي نعمل واحد بعد ذاك الباقي هو الرابع. اربع عدد هعمل لهم انيميشن مثلا تعمل عرض لما تعمل كليك هنا بيبدا يحرك. لاحظ ان الجزء اللي فوق بيبدا الان ماله ما ظهر لانه اذا ما ضغطت على الماوس لو عملت كليك بيظهر بيجي ولاحظ طوال الكتابه بتاعت مشت الحركه دي ذاتها انت ممكن تعملها بآسيا اللي بعمل له
من بتاع الانيميشن. دي الثانية، دي الثالثة، الاختيار القارة بتاعتك، القطاع، المربع، الأسهم، والأنيميشن، ومور ترانسبيك، وفيز زوم، وأوكي، بعدها تجي اللي هو رقم ثلاثة، مع الأوروبية، ممكن تجي للانيميشن بيج هنا عشان تجي تشوف التوقيت بتاع كل واحد من الاشكال دي كلها بتعملها على اساس انها تكون كليك او بعد الشكل بتاعها. طيب هنا نجي نشوف الشكل لما تجي لاحظوا الاثنين دي بيج احنا ما عرفنا نعملها غير لانه ما شفناها كانت مغطيه بشكل. طيب لاحظوا لما تعمل انتر تظهر افريقيا والرقم بتاعها، تعمل انتر ثاني اسيا والرقم بتاعها، ثلاثه هي هي والرقم بتاعها، بعدين هنا والرقم بتاعها هي والرقم حقها. طيب هنا في مشكله بسيطه في هو الانيميشن، تجي تشوف الانيميشن الاول والثاني واخر الانيميشن الثاني والثالث after previous بعدين الانيميشن الرابع هنا هنا لما تيجي تشتغل شايفين الاول مجرد ما تضغط طوالي بيظهر دي بيظهر معاك الكتابه بتاعتها الثالث الكتابه بتاعته الرابع الكتابه بتاعته والخامس والكتابه بتاعته وبكده انت تكون يعني لحست الفايل بتاعك بشكل كويس كل شيء تغيره الالوان الرئيسي اللي انت عايزه هنا هنا لما تجي تعرضه بشكل نهائي بتشوف الشكل النهائي اسهل وبكده اكون انا خلصت الشكل الاول بتاعي ل
محمود كده لكم عن عمل الاقتصاد، ممكن اي دور سؤال يعمل بس هاند. في سؤال ولا نمشي ل الجزء الثاني من الدرس؟ طيب في صفحة الفيسبوك، طيب نشوف دكتور ياسين هل المشكلة، هل مشكلة الصوت اتحلت ولا لسه الصوت ما واضح؟ أنا الآن في الفيسبوك. الصوت واضح يا دكتور. الصوت واضح، طيب الآن بيشتكوا من الصوت في الناس اللي بيشتكوا ما واضح. طيب الانفوجرافيك ده يا جماعة عملناه الليلة دي، يعني هو مهم جدا ومفيد ومتكون من 5 أجزاء، يعني لو عندك حاجه من 5 أجزاء انت ممكن تعرفها وكده. لاحظوا انه اليوم عرضنا له اللي هي الايكونز، والايكونز دي انا في الابطال متوفره، فعملت عليكم من عملت عليكم من جهاز المكتب، المكتب يكون جهاز عزيز شويه. فالايكونز دي انا هرسلها لكم في الجروب بتاع واتساب عشان اي زول جهازه ما فيه ايكونز مباشره من التطبيق يستفيد من الايكونز دي ينزلها عنده، وكده يكون انت استفدت منها. بنهايه المحاضره انا برسل لكم ملف كامل يكون فيه الايكونز كلها الموجوده في تمام. نمشي للشكل الثاني يعني اذا ما في سؤال او جميل. طيب نجي للشكل التالي هو هي. طيب ده الشكل التالي اللي هو الشكل التالي ده لما نجي نعرضه بنصبح بالشكل ده، لما نجي نعرضه بنصبح بالشكل ده. طيب لاحظوا برضه 5 أشكال. الميزه هنا هي الاسهل من ده انه ال5 أشكال هنا مكرره، وبالتالي انا بحتاج ارسم واحد بس، ارسم واحد وبكرره 5 مرات واغير في الاحجام بتاعته، كل مره احجام تكون اقل. في انيميشن بسيطه اللي هو الدائره الحمراء دي شايفينها، الدائره الحمراء دي ستعبر اسفل كل هذه اللي هي نص الدائره اللي مرسومه، شايفين لما تعمل انيميشن بتكون دائره. لاحظوا حاجه ثانيه انه الدائره دي كل ما تجي داخله لجوا حجمها بيبقى اقل، شايفين؟ فاذا انتوا من هنا ما بقدر اقول شيء، شايفين لما تعمل كليك بتجي الدائره داخله، لكن لاحظوا حجمها لما كانت في البدايه حجمها كان كبير، كل ما تجي داخله لجوا حجمها شو بيقل. ليه؟ لانه انا بادي من مساحه كبيره لمساحه شنو؟ لمساحه اقل، وبالتالي انا احتاج اصغر الدائره بتاعتي تظهر بالشكل ده، او ممكن احركها الى اتجاه عكس الاول او اتجاه طيب نيجي نشوف الشكل ده كيف يبقى كيف ينعمل وهكذا. طيب هو ايضا شريحة فاضية، شريحة فاضية
هنا الشريحة دي ورجع الجريد لاينز للثاني، ما محتاج إنه أنا أقسم لأجزاء صغيرة أو زي الجزئيات، أنا محتاج للجانب اليسار فقط. هنا لاحظوا إنه الشكل الأساسي بتاعي هو نصف دائرة، نصف دائرة، لكن هي إنما هي زي القوس، زي القوس، زي القوس كده. طيب دي كيف بنعملها؟ شكل برضو أساسي متوفر موجود، أنا ممكن أديكم بشكل مباشر. طيب الخطوة الأولى تغيير الخلفية اللي هي تحاول تخليها حاجة غامضة شوية. لون يكون جري شوية اللي هو رمادي كده. طيب الخطوة الثانية بمشي أدرج الشكل الأساسي بتاعي اللي هو أعمل سيف شيبس شيبس والأرش بلوك بلوك أرش. البلوك أرش دي ممكن تخليه في النص هنا تمام. طيب كده في حاجة مناسبة يعني بعد ذلك تستفيد من الدار الصفوت اللي تصور خليك كده واضح. يا جماعة الحكاية دي هنا دار تركيز شديد شوية، لأن احنا لو تذكروا في الجلسات الماضية الأشكال كانت سهلة شوية، أدينا شوية من التعقيد. طيب رسمت الدائرة الداخلية شيب أوت لاين، حاول تخليها أوت لاين الحجم ده بعد كده على حسب كده. طيب الخطوه الثانيه بمشي بعمل فورمات وبعمل افكتس عشان اغير الاتجاه اخليه مائل الى ناحيه اليسار. بقول له افكتس افكتس بختار سيليكشن اللي هو ده يسموه تدوير ثلاثي الابعاد، ومن هنا بختار اول شكل اللي هو هي يسموه داون، هو اللي هو دي الاشكال الموجوده. يعني اذا اخترت الشكل ده هو بالشكل ده، واذا اخترت الشكل ده هو بالشكل ده، وهكذا. ده على ما احتاج له انا حدور الشكل اللي هو هختار. لانه لو بتلاحظوا انا الشكل عايز يكون مكفل، لو شغال بالعربي اختار العكس بتاعه، لو شغال بالانجليزي بالشكل ده بحيث انه تجي تمشي من تحت الى اعلى. طيب اخترت الليفت داون، بعد ده بمشي لل 3 دي فورمات اللي هو الثلاثي الابعاد. طيب في التوب بابلز اللي هي دي بيسموها التيمون بتاعته، شكل الريكورد يكون عامل كيف؟ بدي اختار له انجل اللي هي يكون بشكل شايفين؟ لاحظوا ان شكله بيبقى بشكل. طيب بعد ذاك بزيد العرض بتاعه مثلا للحجم المناسب اللي هو 15 شايفين؟ والارتفاع بتاعه مثلا 50. طيب كده ده مبدئيا الشكل بتاعي. لسه هنظبط اكثر بس ده اللي بنصور الشغل. بعدها بمشي للفورمات واعمل شيب اوت لاين، فورمات شيب اوت لاين، بختار له اللون اللي انت عايزه يظهر. مثلا اختار من الاخر ده ونرجع للفورمات لاين فورمات من هنا شيب اوبشنز اللي هنا لاين بتجي تعمل الويتس بتاعه تزيد شويه بحيث انه كل شكليه بلون اخضر. دي تمشي لغايه ما يتغير مع الشكل كله. انا بفضل انه يكون لغايه ما ممكن بعد ذلك تزيد الحجم او تنقصه او كذا الى ده الشكل الأول.
طيب بعدها بقوم باجي بعمل الظل. لاحظوا انتوا لما برجعوا بالشكل هنا، لاحظوا انه هنا في ظل، في ظلال هنا طيب الظل بيكون كيف؟ هنا مش ادري براد سيرت شيبس، بختار فري فورم شيب هو فري فورم شيب، وده برسم عادي بس بختار النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الرابعة تمشي لغاية ما تبقى هنا بالشكل ده، تبقى لك بالشكل ده وكأنما هو ظل، والظل ده يبقى تلون باللون الأسود وأشيله أوتلاين وأخليه أوتلاين، ولما تيجي تعمل له الترانسبيرنسي بتاعته تزيده خالص، تزيد الترانسبيرنسي بتاعته خالص لغاية مثلا 85 أو 90 شايف؟ كده بيجي شكلها عامل زي الضوء كده. فهنا بقوم بعمل لي سنت تو باك، ارجعه الى ورا عشان يظهر لي تحت الرسم بتاعتي مباشره. طيب ده كده انا جهزت خلاص الرسمه الاولى اللي هو بعد كده بعد اختار الشكلين اللي هو الشكل الاساسي فورس ليا مع الظل، وبجي بعمل لهم كنترول جي اتعامل معهم على السنون جروب واحده، وبعدين كنترول دي تثبيت وبيمتلك بالشكل الثاني تصور لحد شويه فين تحركه هنا شويه وتعمل شيب اوت لاين تغير اللون اللون اللي هنا تغير شيب اوت لاين. طيب ثاني تجي تعمل كنترول دي بالشكل ده وتصغر الحجم شويه والطول ده كمان تحرك شويه للتصميم. وكمان تختار الشكل وتمشي تعمل له اوت لاين مختلف والظل ده لو جاك ما مظبوط هنا ممكن ترسمه مره ثانيه. فكله يعتمد على صبرك وعلى ثاني بعمل كنترول جي شكلية وثاني كنترول جي ممكن تختاروا كلهم مع بعض تعمل لهم وتبدا تصفي حجمهم شويه بحيث انهم يعملوا كده بالشكل ده، وممكن تفك التجميع بتاعهم ده كلهم مع بعض اللي هو وكمان ممكن تتحكم في لاحظوا انه الاشكال دي هي ما بنفس الترتيب ولا بنفس الحجم ولا كده، انت بيعتمد على انه جهازك اللي انت شغال عليه هل هو شاشته كبيره ولا لا. هنا لاحظوا برضو الظل ده فيه مثلا الاطار بعمل له شراب لاين نوع اوت لاين هنا كمان برضو الاطار
شير اوتلاين. طيب كده ما فيش اشكاليه. بعد كده بدي برسم الخطوط بتاعتي اللي هي هنا. الاند هنا لو انت بديت الرسمه من اليسار لليمين الاند بتجيب بايه؟ فاحنا عشان ما نعمل الاند كنا عملنا كده بقى عندي ليه ونهايتين الاثنين فيهم. طيب بعد كده كنترول دي وارفع فوق شويه وده عشان يظهر هنا واخليه يكون طويل شويه لغايه ما يصل الثاني. وكان كنترول دي وارفعه فوق وكنترول دي وكنترول دي نعمل فقط خمسه طبعا المساحات هنا لو بتلاحظوا ليها ما مظبوطه مع الشكل الاساسي اللي انا رسمه اللي هو قدمته لكم في العرض بتاع، لانه انا كنت شغال في المكتب وقاعد والجو كان جميل ومنبول نجيب ساحه كافيه من الميزان الكافي، لكن الان هنا لانه صارت طيب وكذا فما بقدر وعدد الجهاز ذاته كنت شغال عليه. الشكل ده اول حاجه انت بتعمل لي سنتو باك انت بتعمل لي هنا فورمات. طيب بتعمل لي سنتو باك عشان نرجع لورا بتعملها مرتين. سنتو باك الثاني خلص فبيظهر بهناك. ثاني حاجه بقوم بجي بلون اللي هو اوت لاين بلونه بنفس اللون بتاع الشكل حقه برضه بعمل ايد روبر وبلونه باللون ده هي والايد روبر برضه بختار له اللون ده هي ايد روبر بختار له اللون ده. لاحظوا هنا الاوامر المترابطه مع الاقواس او الارشاد. طيب بعد كده تجي للايقونات اهو عندنا خمس ايقونات مجهزه طبعا عشان تصير قواعد. طيب هنا تقدر تعمل بيست هنا هو الاول ده اخضر ده اصفر ما ضرب و تغيير الالوان حسب ما كمان تجيب معاك هو الارقام أو
وهكذا، وبعدين المعززات. بعدين اي واحد من دير تجي تعمل له ارسال للخلف، بس انتبهك عشان يصير لك خلف الصوره ما يخرب لك. بس انتبهك وفي كمان تطور شويه عشان يصير تمام برضو بيتلون بنفس اللون بتاع نفس هنا الالوان بتاعت الارقام وكده ما مظبوطه، لكن خلاص انت اكتب الاساسيه بتاعتنا فين منتهى. طيب بعد كده بعد كده بعد كده بيجي ل هو الدائرة بتاعتي وكيف أمررها من خلال كده بيجي للدائرة بتاعتي وكيف أمررها من خلال الأشكال ذاتها. يا جماعة لو تلاحظوا لها دائرة ضبط شوية بتسموها الدائرة الإمارة. بس كليك كده الدائرة تصحى منها بالشكل ده، وشيب اوتلاين خليها تكون اوتلاين، وشيب فين خليها تكون احمر. الدائرة نحن بنعمل لها تو انيميشنز. الانيميشن الاول انها تطول، والانيميشن الثاني انه حجمها يقل كل ما تطول. فهمت النقطة دي؟ انا عملت تو انيميشنز. الانيميشن الاول طيب الانيميشن الاول انه داري يتنبه تمر وين؟ تجي داخل تحت الارشات. طيب تجي داخل تحت الارشات كيف؟ تجي للانيميشن. الانيميشن فيه انيميشن اللي هو ده اسمه كاستم باث. الكاستم باث انت بتضغط في البدايه تشيل السهم بتاعك، شايفين؟ بتصل للمحل العايز الجسم بتاعك يصل له، شايفين؟ فلما تيجي تعمل حركه من هنا تعمل اوكي، فشايفين الدائره بتيجي ماشيه فين؟ لاحظوا لها جات بفوق لل جات بفوق للاشكال. طيب هنا انا بحتاج اعمل تثبيت شويه للدائره، اللي هي الدائره ذاتها في الفورمات بعمل لها سنت تو باك. هنا لو اعدت الشكل المره دي دايره جات بين جات بكذا، لكن جات بحجمها زاد، جات بحجمها زاد. طيب عشان اقلل حجمها انا كل ما تمر تحت الارشات دي، لان حجم الارشات بيقل، بمشي بعمل لها انيميشن ثاني. لاحظوا هنا في الانيميشن بين، لما تجي في الانيميشن بين هنا لاحظوا انا عندي هنا 1 انيميشن هو الاوفل ده بالشكل الدائري. طيب بجي بختار الدائره ذاتها وبمشي بعمل اد بعمل اد انيميشن. معلش يا جماعه صوت
عفوا، في حد اتصل عليا وبدأ يقول بإسمانة. طيب نواصل. طيب نحن في إنه الدائرة بتاعتنا دي حتمر تحت الأشكال دي وحتمر تحته وحتمر بنفس الحاجة. الآن بجي بضيف أنيميشن ثاني للدائرة ذاتها، بختار الدائرة وبجي بعمل آد أنيميشن. المرة دي بختار Draw and Shrink، اللي هو Draw and Shrink إنه كل ما تمشي تتقدم الدائرة كل ما حجمها يبقى أقل، اللي هو ده. شايفين؟ لاحظ هو بيديني شنو؟ بيديني الشكل ده. طيب هنا بجي بعمل Effect Options للدائرة ذاتها. طيب اللي هو شو؟ اللي هو الحجم مثلا، الحجم اللي دايره يبقى لي 50%. الحجم اللي عندي ده يصغر لكم؟ ل 50%. طيب والسايز ذاته يحصل له سمولر، اللي هو يمشي اقل بكم؟ ب 50%. طيب وبكده بعمل اوكي. نجي نشوف بعد كده لما نيجي نعمل انيميشن شو بيحصل. شوفوا الدايره لما تخش بعد كده. طيب ما رجعت حجمها، ما نزل، ما نزل، لكن نشوف السبب شنو. انيميشن يمكن من الستاك. لا هي ما عندها لا ايوه ده في التايمنج، احنا ما عملنا لها تايمنج. طيب في التايمنج نخليها ستارت. ايوه تمام. طيب ويز بريفيوس افتر نعمل اوكي. هنا حجمها هينزل وويز بريفيوس دي بتخلي شنو؟ بتخلي انه حركتها تكون مع السابقه في نفس الاتجاه وفي نفس الزمن، بس بيحصل لها انها يحصل لها داون. وبعد كده نجي لما نجي نعرض هنا بنشوف انها بتمشي، ولما تيجي طالعة اهو خلاص كده مظبوط حجمها بقى شنو؟ بقى اقل. ده الانيميشن بتاع الداون. نجي للنص اللي هو النصوص بعد كده ما في اشكاليه، يمكن تجيبها عادي هنا اللي هي الاول الثاني على الكوبي. هنا والالوان بتاعتها عادي تغيرها زي ما اللي هو هنا الالوان دي يا جماعه دايره بينا تصور وعاد عندنا تختار اللون بيصغر والتكبير بيصغر وبعدين كيف طيب ده كده بيبقى شكلنا في عرضه النهائي اللي هو هي الاقواس بتاعت الارشاد بتاعتي والارقام موجوده والايكونز موجوده والخطوط ملونه بنفس الوان الارشاد وهكذا. ده الشكل الثاني بتاعنا في جلسه اليوم. اتمنى يكون عجبكم بشكل شكل جميل والله، رغم انه الالوان انا ما شايفها مظبوطه او هي الالوان ظاهره شديد. في حاجه ممكن تيجي تعملها انت حاجه ممكن تيجي تعملها هنا هي انك انت تغير في الاضاءه بتاعتك بشكل زي فورماتنا فورماتنا effects في اللايتس في اللايتنج شايفين اللايتس اللايتنج ده طيب اللايتنج هنا ممكن تختار الشكل ده الديب لايت تختار الشكل ده الديب لايت تختار الشكل ده هون لايت طيب الشكل طيب ده الشكل الثاني اللي هو في الجلسه اليوم ده الشكل الثاني طيب نمشي للشكل الثالث اللي هو ده
وقبل ما نبتدي كان يشوف اذا في شغاله في حاجه ما واضحه في الشكل الثاني ده اللي كان ممكن نشرح. الليل الاشكال شكلها معقد شويه مش كده؟ يا دكتور، بس انا الجزء بتاع الاشكال الثلاثيه دي بس معقد شويه، ممكن بس ادي اعرف ليش كده، التعامل معاها كيف التفاصيل. الثري ده الثري دايمنشن. هاي 3 دي ده. طيب تمام، ارجع لها شويه وبعدك نواصل في بس تمام. شوف دي كلها مخصصه. طيب ارجع للشكل بتاع 3 دي. طيب اذا ادركت اي شكل مثلا مثلا لما تيجي تعمل له الايفكتس هنا، الايفكتس دي بتلقى فيها اللي هو الاي الشادو اللي هو التظليل، الريفليكشنز الانعكاس، الجلو اللي هو الوان الامور دي، السوفت ايدجز اللي هي الحواف الناعمه، ال 3 دي فورمات اللي هي ثلاثي الابعاد. طيب ثلاثي الابعاد ده بتلقى فيه التوب ايفل، التوب ايفل ده شكل الرسم بتاعتك من فوق، عايز يكون بالشكل ده او عايز يكون بالشكل ده او عايز يكون بالشكل ده او اي شكل انت عايزه. فلاحظ ان الدائره دي شكلها يختلف كلما انا ضغطت ب اعمل كده لون احمر. وقت الدلال عندي دي طيب لما تيجي للدبس، الدبس ده اللي هو عمق، العمق هنا انت كلما تزيده الدائره دي تبقى اعمق. طيب في ال 3 دي روتيت، هو 3 دي روتيت انك انت الشكل ده تدوره بهذه الطريقه، اللي هو لما تيجي تعمل تدوير هنا بالشكل ده، شايف الدائره هنا شكلها الان بيجي مختلف، لانه قبل كانت دائره عاديه، الان بيجي الدائره عندها عمق وعندها طيب اللي هو شو؟ انت ممكن تدورها اكس روتيشن، ممكن تدورها ناحيه او عكس او الى اسفل او الى اعلى، او ممكن تدورها بالشكل ده زد اكس روتيشن واي روتيشن وزد روتيشن، تدور لحد يجيك الشكل اللي انت عايزه، طبعا كده على حسب الاتجاه اللي انت بتستخدمه. طيب الصوت ادجس، الصوت ادجس دي دائما نستخدمها لما عندنا مثلا شكل هنا لما تيجي تعمل لها صوت ادجس، الصوت ادجس دي هي بتسموها الحواف الناعمه، الحواف الناعمه كلما تزيد الحجم لاحظ انه تبدا زي تختفي كده، اطرافها بتكون بقت ناعمه شديد وفي النص كله لا زال شباب لا زال اسود. شايف كده؟ كلما زدتها الحجم طيب الترانسبيرنسي دي اللي هي الشفافيه بتاعت الشكل. فدي دي ال 3 دي فورمات 3 دي. هنا ممكن تختار الميتال اللي هي المادة اللي انت عايزها، ممكن تختار بالشكل ده او ممكن تختار بالشكل ده على حسب الشكل اللي انت عايزه، بشكل حديدة مثلا عايزه بشكل اي حاجة، ممكن تختار لك بالشكل اللي انت عايزه. اللايت اللي دي الاضاءة هي لاي مستوى، هي بطيئة مظلم شوية، انت بتجيك الاضاءة بتاعتك
و السيدي روتيشن اللي هو تدوير تختار الاشكال ديل ما عندهم ميثودولوجي واضحه، انما انت بتجيب الشكل حقك وتبدا تختار في يمين شمال كده بتاع مع طبعا مع ذاك الظلال الشمس والحاجات دي على حسب بس بتاعك على حسب عندك بتاع الجو. وده يا جماعه بيحتاج منك انت جلسه طويله وصبر ودعاء لحد ما مظبوط. طيب نمشي للشكل الثالث اللي هو تقريبا طلبت انت ذاتك يا مصطفى، اللي هو الانفو الاعرض شيء ده 3 ستيب انفولوب جرافيك ديزاين. ده لما تيجي تعمله اللي هو من هنا يطلع لك الخيار الاول طيب وده تو كدني خلاص نتكلم عنه لانه هي عادي تكست كتير بتضيف النص بتاعك هنا ده الخيار رقم اول اللي هو رقم واحد اللي هو المين تايتل 1 بتضيفه هنا وبعد ذاك خلصت منه. لو عايز يكون قاعد تعمل له 1 انيميشن انه يطلع بس، لو عايز يرجع بتعمل له 2 انيميشن يطلع والانيميشن الثاني يرجع. شايف هنا لما اعمل كليك ثاني بيرجع، بعد كده لما نعمل كليك بيطلع نمره 2 شايفين، ولما تعمل كليك يرجع نمره 2 ولما تعمل كليك بيطلع نمره 3 ولما تعمل كليك نمره 3. ده نوع من الجرافيك انت ممكن تستفيد منه وتعرفه وهكذا يكون مفيد وتخلي الطالب يركز معاك في الموضوع اللي انت شغال فيه، فبالتالي يركز معاك في الموضوع اللي شغال فيه وبيتكلم ليك عن الموضوع الاول. خلصت منه شايف هنا ده هيمشي شايف الموضوع الاول بيطلع لك الموضوع الاول بيتكلم عنه بكامل تفاصيله، وبعد ما تخلص منه يرجع الثاني بيطلع لك بيتكلم عنه بكامل تفاصيله تخلص يرجع الثاني بيطلع لك كده وتخلص منه زي اللي هو الشكل ده. طيب ده عشان نعمله بسيط، هو ما صعب شديد بس فيه الانيميشن. طيب نحاول نعمله نشوف كيف بنعمل. طيب اللي هو خليها او شريحه فاضيه شويه عشان نشوف. طيب انسيرت بالشكل وبدي بختار من الريكتانجلز، بختار ريكتانجل ويز تو راوندد كورنرز يكون فيه تو راوندد كورنرز بالشكل ده بالشكل الاساسي. طيب ده بحاول اعمل له روتيت 90 درجه ليفت يبقى بالشكل ده. طيب بدي بدري دايره تحطها تمام شويه تعمل كنترول دي لانه طيب بقطع الدائره من المستقبل وبختار المستقبل الاول انقطع والوصف دي بختار المستطيل اول وبختار الدائره ثاني وبكده لما اعمل سبتراك او طرح بيقطع الدائره من المستطيل. المهم هنا بيجي لميل شيبس وبختار سبتراك، سبتراك قطع الدائره من شنو؟ قطع الدائره من المستطيل. طيب نجي للشكل ديا الثاني ديا بقوم بصغر الحجم شويه عشان يكون اصغر من ده عشان بعد كده احط هنا. طيب
دي جزء اللي هو الفاضيه هنا بتبقى عمليه ترانسبيرنسي تحت بحاجه اخليها بالشكل ده، وهنا بشيل الدائره دي وبحطها هنا واللون الابيض. طبعا هنا اللون الابيض ده تخيلوا انها فاضيه لكن هي ملانه لانه الشكل ده قاعد فيها. انا برفع منه الدائره دي مره ثانيه بحطها الشكل الثاني كده دفع دائره مره ثانيه بقى ده الشكل الاساسي بالنسبه للثاني. طيب اقوم بكرر التدريب ده. ممكن تجيب واحد ثاني اذا عايز تجيب واحد تعمل واحد ثاني. تعمل له روتيت تطوير عشان ده بعدين مش دي مضروب منك تزاد وتكرر مرتين هنا عشان شنو؟ عشان تقطع منه جزء يظهر لي هنا. ادرج هنا واجيب الاول ده واجيب الثاني ده وامشي اعمل صفقات بعدين ده ممكن اديه لون غامق كمان هنا كلهم تعملوا جروب بعد ده تشيله تحطهم وين؟ تحطهم وين؟ بالشكل ده. تحطهم في
الشكل ده كنت اعمل له سنت تو باك. نوريه الفورمات هنا سنت تو باك. هو بقى شكله قاعد بيتين. طيب الان ممكن تدرج هنا اللي هو المين تايتل عشان فجي ليش مو؟ فجي للجروب دي اللي هو ده انا هوريك انا عايز تتحرك تطلع وتجي ورايا. طيب كده بدي بعمل لها الانيميشن اللي هو خط ماشي هو دايما بيديك اللاين ليتر شايف؟ بيديك اللاين انه الشكل ينزل انت كل المطلوب منك انك تحرك الشكل تخليه يمشي الى الاتجاه ده شايف؟ فهنا لما تيجي تحرك شايف الشكل اللي تعمله الخط بتاعك. طيب طيب طلع كده انت بعد كده عايز يرجع بتجيبه من المحله دي تيجي تعمل له انيميشن ثاني اللي هو اد انيميشن اللي هو اللاين الخط بتاعك ذاته ده. وهنا لاحظوا برضه نزل الليلة تحت لكن انا المره دي هقوم ارجعه وين؟ ارجعه للخط. هي يلا بتحتاج منك شويه كده شغل وصبر شويه لحد ما تيجي معاك مظبوط شايف؟ يطلع الاول ترجع ثاني تحتاج منك ترجع الخط في المكان الصحيح يمشي في المكان الصحيح كده ترجعه تشوف معاد صحيح الاول نجح لكن ده عايزه منك انت تضبط الاماكن والمحلات اللي فيها طبعا محتاج منك شويه كده اجتهاد سوف يطلع الاول لحد هنا والثاني يرجع لحد هنا برضه ممكن تكون ما مظبوطه اللي تشوفها الاول رجعه مظبوطه لكن بعد ذلك مشكله في يطلع يطلع انا نسبة الان اللابتوب بتاعي يعني صغير عموما الفكره شو عشان البتاع دي تغير لغتنا الفكره الجسم ده اللي احنا هنعمله هو انيميشن الانيميشن الاول الانيميشن الاول للجسم ده عشان يتحرك من هنا يمشي ناحيه اللاين ده هنحركه هنا الجزء الثاني الانيميشن ده من هنا عايزين نعمل له انيميشن
وبدلا من يمشي هنا يرجع عكس. هو الفكرة بالنسبة لكم إنه أنا جبتوا أنيميشن الأول شكرا شكرا جولة مرجع شوية عموما عموما الفكرة عشان تكون بالنسبة لكم واضحة، أنا عايز أعمل الآتي: أنا عندي جهاز الجسم ده أحرك حركتين، حركة إلى اليمين وحركة إلى اليسار، وده بيعتمد على المكان اللي هيبدأ منه والمكان اللي هيخلص منه. المكان اللي هيبدأ منه والمكان اللي هيخلص منه، وتجي تجرب من هنا. هنا هيرجع. ليش ده يحتاج مننا مراجعات كثيره جدا عشان نظبطه يعني. انا عندي شاشه ضيقه جدا والكاميرا ده الزوم ماخذه منها مساحه كبيره. هو دي الفكرة. أنا ما عرفت
خلاص كده خلاص ما في مشكلة. عموما الفكرة هذه أنا أتمنى إنه تكون تعالوا زمن مع زمن يعني مشا، لكن عموما دي الفكرة. عموما انا دارس واحد فكره اللي هي انه انت بتعمل انيميشن للتعايزه، الحركه بتاعتك بتكون من خلال الخطه، الخطه وبتحدد بين اتجاه الحركه من الاخضر الى الاحمر، هو بيتحرك كده بيبقى ثلاثه. طيب بس لا مش شاشه ضيقه وكده، انا طبعا اللابتوب اللي بيشتغل فيه في المكتب او الجهاز اللي بيشتغل فيه في المكتب كبير شويه. رجعت وفي تمام مع الاسبوع، لكن عموما دي فكره ثانيه. طيب بكده دين عملنا كده ثلاثه اشكال. الشكل الرابع ده شكل بسيط ما صعب، انا ابغى اشرح لكم الفكره بتاعته بسرعه. هو عندك مستطيل كبير، هو مستطيل ثاني وهكذا. طيب ده عشان انا اعمله محتاج يكون عندي باك جراوند، او اخليها تكون شويه يعني، وبجيب الجريد لاينز بتاعتي الخطوط الصغيره دي، ولما نجيب الخطوط الصغيره بتاعتي دي بدي بدري الاشكال الانسيرت. بختار 1 راوند كورنر اللي هو يكون مستطيل فيه مربع فيه زاويه واحده اهو بالشكل ده، وزاويه واحده دايما ده بتجيبه بحيث انه يبقى في واحده من الخطوط دي اللي مع تعمل له روتيت بحيث انه المنتج ثاني نقول ده مستطيل عادي ما في مشاكل. الصوت وده
ونكرر ده مرة ثانية. كلهم بعدها بتيجي تعمل على التروفي اللي هو الكاس ده انت ممكن تجيبه وتجيب
بعد كده لما بيتعرض بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده بيبقى ايه في عادي بعد معدل الرسم. معلش يا جماعه انا عندي ضغط والله شويه كده طاري ما بقدر اكمل. اعتبر ان دي الجلسه الاخيره في الجرافيك ديزاين، واذكر لانه هذه الجلسه يوم السبت من كل اسبوع الساعه 8 او 9 تقريبا، فاللي لسه راجع بتاعتها ثابت من كل اسبوع، نحن كل اسبوع بنقدم نموذج للجرافيك. ان شاء الله الاسبوع القادم او مش الاسبوع القادم حسب ما يحدد دكتور ياسين، لانه الليله تقريبا اخر يوم حقنا، لانه في يوم كان سابق اجازه العيد كده. حديد دكتور ياسين الجلسه بتاعت هو السيل داش بورد دي تقريبا لسه يكون طويله، بتاخد لها 3 ساعات ولا اكثر، لانه عندك السيل داش بورد شغل كثير. طيب انا بعتذر لكم بالنسبه للظروف الطارئه. خلص اذا في اسئله ارسلوها لي في الواتساب، ونشوف الدكتور ياسين حتى في الجلسه الجايه ان شاء الله احد او اربع او اي يوم هو يشوف المناسب ونواصل ان شاء الله. شكرا جزيلا، ونلتقي في الموعد الذي يحدده الدكتور ياسين. السلام عليكم.